يعجبكش؟ انت روائي ومثقف هكا ولا هذه نقطك تاع روائي ومثقف تقريب. نار كامل نقطك تدميريه ولا شو لا وشو انا بوس تدميريه شو 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 انا بوس تدميريه ما كانش تو نجيب لك شويه برقدان مورو، ثم برقدان مورو. فهم؟ اي وتوا وقته. وقت برقدان مورو ايه. وحط الشوط. يا جاوبوا يا. شوف سي خلنا نجاوبك، سي حسن أنت كي تقول لي أنا معناها أنا بوست راس سيدي الشيخ، هذه الحكاية نحيوها، شديتوها لي معناها كأني واحد معناها ملزومة. لا أنا نحترم الناس. أنزلوا الناس منازلهم. أنا أقول يا أستاذ يا شيخ يا سيدي الشيخ. ايه سيدي الشيخ علاش لا؟ ايه. سيدي انعم انا تربيت ما بين زوج شيوخ بابا شيخ واخويا صغير شيخ احنا من عائله محافظه مفكره شبيك قلت كان للشيخ راشد ما قلتهاش برشا شيوخ نعم. قابلت ما قلت لهمش سيدي الشيخ شبيك ما قلتهاش للشيخ عبد الفتاح استاذ هذا محامي ايه. عم احسن استاذ عم احسن عمك بيه. احسن السهيلي ايه. بابا مانيش في قهوه بوك تلعب بوك اي بيان سور يا مرحبا عليا والله يا هدر تمر شو؟ تنعرف بوك يا ويرتع علينا وعيط علينا من قبيله السيد هذايا يا بابا بوكم الشيوخ ونحن بونا يعني اولاد طريقه اولاد كلب نحن شو؟ تعال بابا يا خاطر باباك شيخ وجدك شيخ معناه شنو عملت لك شنو عملت؟ شنو يا اخي؟ يا سي حسن يا سي حسن قلبك تلطف تلطف قلبك معبي لا وعنده انا شوف عنده حكم عليه انا جاي لهنا خايف لا تمرجوني يا اخي ربي طيحكم في روس بعضكم وخليكم رجعوا جينا خفوا عليك يا شيخ